سيداتي ونسي وسادتي، مساء الخير عليكم، على سلامتكم معنا، مرحبا بكم في عدد واحد اخر وجديد تاع حصتكم الدوله خلي تلقوا بها في سهره كل يوم على قناه الشروق رفقه لي 22 كونديدا اللي من خلالهم يلعبوا باش يتحصلوا على مبلغ محترم جدا. لحد الان انا متحصل على نتائج مقبولة جدا إن صح التعبير، بحيث رغم أنه نمر على حصص وين ما ينديش الفائز. الأمس كان معنا ممثل ولاية النعامة اللي ما داش مبلغ كبير، وإنما في هذا الأسبوع ولا في هذه الأيام دي الفارطة كان تانيك الناس اللي داو مبالغ محترمة جدا. تفكروا الأخ حمزة ب 500,000 دينار جزائر، بيقول 50 مليون سنتيم. تفكروا أيضا المشارك الجانب بالعباس اللي وربح 200 مليون سنتيم وغيره وغيره وغيره. اليوم نهار اليوم بعد خروج الأخ عبد الرزاق من مشرية، اليوم راح يعوضوا كل من السيده، ايوه السيده تاليا سعيده. تاليا السيده تاليا منين؟ سعيده من سعيده. الله يبارك سيدي، مرحبا بنا السيده ومرحبا بولايه سعيده. سيدي ما عندناش بنا سعيده لاول مره في البلاطو تاعنا في الدي ولا خلي. جيتي حضرت الكاستينغ تاع وهران تاع بالعباس تاع بالعباس عباس نقولوا لك حد سعيد، مرحبا بك، موافق تبعي ليميسيون؟ بزاف صحيتي، انت جيتي دي درام وصاير ما نكسرش راسك. ولا ما جاش الزوج على ما جاش. شاركنا في زوج شاركتوا في زوج؟ او خيروك انت يا الله يبارك الله يبارك. الزوج تاليا الاسم كيفاش؟ هو زهير. لا اللقب لقب لقبه هو جابو 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 زهير عبد المؤمن ولا؟ ولد عمو. اصلا بلاقه تلفت لي. شكون جابو؟ شوالي تاليا زوجة جابو زهير. انت واسمك شوالي؟ ايه. وراجلك واسمه جابو؟ صاي فهمت؟ عندكم دراري؟ عندنا اربعة. دراجي؟ ما فهمتش انا مالك؟ عاونة هايلة هذه، هايلة هذه. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الحاصل مرحبا بك، حد سعيد حد سعيد للجميع. مساء الخير استاذ، واش راك خويا؟ مساء الخير. هاك شوف راني جو كونستات، هاك شوف درت انا كونستا في بلاصتك. معليش الاخ سفيان، اليوم نحب نذكر فقط للمشاركين انه فيما يخص عروض البنك، المترشح اذا كان يدي ولا يخلي القرار ما يكونش نهائي الا بعد ما يضرب 3 مرات على العلبه. بارك الله فيك. شكرا لك شكرا لك استاذ، بارك الله فيك. حط سعيد الجميع عمليه القرعه. نبداو مع الاورديناتور السيده تاليا، انت اللي راح ديرينا عمليه ستوب على الاورديناتور باش نعرفوا شكون راح يلعب معنا. حامبوك شو كيش ديري هكذا باش تخرجي لي حسين، حسين ورا حسين، نيميرو 18 خرجي لي 18 حامبوك، خرجي لي 18 ستوب. قمر الزمان. يا سيدي يا شكون؟ يا سيدي يا نفس العائله نفس العائله حسين. كيف 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 تمام فامي. لا لا نتعرف على قمر الزمان اللي هي الاخرى الحاجه قمر الزمان. تبع معي هذه الكمبيوتر يختار مره اخرى عميد من اعمده حصه الدوله خليل. سولدي قمر الزمان جاتنا من ولايه وهران، في عمرها 24 سنة تعمل كممثلة. قمر الزمان تحلم بالسفر لبلد الكونغورو استراليا. مشاركتها في حصة الدولة خلي عبارة عن نقلة نوعية في مجال السمع البصري بالنسبة لقمر الزمان. لالون من محبي خوليو، واغنيتها المفضلة هي وهران للشاب خالد. الطبق المفضل عندها هو المحاجة، تحب تلبس حسب الظروف والمناسبات، واكثر حاجة تحبها في الجزائر هي الانسانية التي يمتاز بها الشعب الجزائري. حنا عندنا قريب 70 سنه وحنا نستناو فيك تجي هنا المكان تاعك، دخلتي عليا زعما درتي قرب جات هذا ومن بعد جات تمشي. 70 سنه وانت تستنى باش تجوزي لهنا، مش مع الاخر شكون راكي راح لاري؟ انا جايه مقلقه. انا مقلقه، زيدي لها واحده هكذا زيدي زيدي لها مقلقه باش تسمى كويش تحليهم دافيلي، خاصه نقرا لافيش تاعك ما تقلقيش. الاخت سولدي قمر الزمان. وبالتالي وابتداء من لار اليوم سوف يبقى قمر واحد في هذا البلاطو، انه قمر الزمان من ورقله. خليتها لك امانه، خليتها لك امانه، تهلا فيها وما تقبلهاش عندك بالك. صح اخويا. الولايه من ولايه وهران ممثله بالفعل، احنا على بالنا بها. البلد اللي حابه تزوره ان شاء الله بلد الكنغورو، يحب يقول استراليا. غير هنا برك ان شاء الله، غير هنا برك باريكو تخرجي شويه هكا تلقى روحك. سي بالوا سي بالوا، سي غير هنا. حابه ان شاء الله تحصلتي على مبلغ محترم جدا ندو. تقدري تعاودي مورايا؟ نعاود مورايا. تقدري. حاب يقول تدي سيارة ان شاء الله والفواياج الاسترالي. وي فور
تما لازمنا 4 مليار هكذا. ماشي حاجه. معليش. المشاركة تاعك في الدولة خلي لها وحبيتي أكثر منها وشي دار وتكتشفي عالم آخر وراي معنا. نار اليوم بعد ما نزيدونا نعلنوا رسميا أنا بقى قمر واحد في هذا البلاطو نعلنوا رسميا أنا بقى زوج عباد أو ثلاثة. ثلاثة. من البريمير برومو تاع الدولة خلي. مسيو بيزي داش مزرعة اللي هو مادا به ما يجوش كاع باش يكونوا متفاهمين. هو ما جاش كاع باش يلعب. خلوا لي ديما راني في بلاصتي. الأستاذ حسين اللي احنا عرفناه ما كانش متزوج أو عرس ورانا تسلاو في دراري. والأخ زكريا اللي هو تانيك راهو راح يزيد يدير كورسيوس تاع قراية واحدة أخرى. تالمو هو كبر معنا. اليوم قمر الزمان بعد مرور ها سي بون دور حسبة 40 ايبيزود ما قلتيناش تحبي الفوت تاع الطليان يا مثلا طليان شكون لا يوفي صح عندنا كاميرا من احنا معنا يموت على لا يوفي يموت انا عم بالي اكسيونير مع لا يوفي مي معليش بصح هو في الجزائر شوفي سيبورتي جياسكا وفي ليك يموت على لا يوفي ولا علاقة خويا بين جياسكا ولا يوفي مي معليش انا حاملين معليش بالجمعة زعما يقول لك واش داروا فيها؟ طب السبت لا يوفي راحوا البولون. يا خو بلا عقل تبع يا هادي يا هادي. حنا نحترموهم في زوج. قمر الزمان لا يوفي. وشكون الجوار في لا يوفي اللي تحبه؟ كنت نحب دال بيرو. دال بيرو الله يرحمه ونشفاله ناس ملاح شفاله. راح لعب في استراليا. راح لعب دال بيجا في استراليا. راح للهند ثاني دار فيها بيجا بصح دوكا موراطا وحاكمها فور. نشفاله ناس ملاح اليساندرو. اليساندرو بالتالي احنا قالوا ما كنا نحكوا ما ديما نحكي معاك انا من 500 لغايه 500 مليون دينار 500 مليون اخو على صوفيان الى غايه 5 ملايين دينار جزائري 500 مليون سنتيم حت سعيد ميرسي نو كامل لا اللي احنا نقولوا فيف نو احنا ماذا بنا والله بصامي من قبل الفؤاد باش تروحي بحويجه شابه ان شاء الله قيس لونسيان تي شيخ ان شاء الله قيس لا بريمير بريمير برومو في خاطر لا بريمير برومو ان شاء الله هكا بابا صح معليش قمر الزمان افتحي لي دوكا من فضلك ست علب ومن بعد عندك اتصال ومن بعد ثلاث علب ما نحكي لك شك تعرف في القانون تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم ما قلتي ليش انا سامحيني في لافيش تاعك قالوا لا بلي تحبي شاب خالد سي لافي افتحي لي بوات رابحه نيميرو 10 لا نيميرو 10 نبداو اول علبه الاخت رابحه مين في جايه تفضلي الاخت رابحه بون كوراج ميرسي هيا جيت بابونا سا كوموس بيان مسيو الاحسن احسن مسيو احسن دنزل ايكواليزر رقم 14 لها اليوم بابونا زيد لي واحده جيت خونا امين حبيبنا امين ياس امين رقم 8 البليده طابونا و 750 الف تيكي سينما تيكي تيكي يو 3-0 بيزي داش مهدي لي زونسيان هيا بابا هيا بيزي داش لي زونسيان بلاقل 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 انطلق خالد بنت ها يا خالد توجور اعطينا شويه صغيره صحيت خويا خالد صحيت صحيت خويا خالد ان شاء الله خير ان شاء الله كاسكيطه تاعك مهدي دو مهدي دو مهدي دو اوه مهدي خو ايراجيري قولي مهدي ايراجيري ايراجيري لحق عباك ايراجيري تحلي بواطه كبيره نتاعك روح روح بلاقل مليحة 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 اكسيلون تيراج نطرح سؤال حبيت نسقسيك لي بواط هادي كي خيرتيهم؟ وي اشي قلت احنا راهم لارجيري كاع تشوف فينا بصح انت لي بواط كي خيرتيهم؟ ما قلتلكش خيري هاد لابواط انا ولا صحيح حبيت نقول لك برك دوك نحكي لك على مساء الخير احترام احترام وتقدير خويا قمر الزمان قاعده معنا خويا لي زونسيان خو مام البنكي واحترم قال لك خويا لي زونسيان احتراماتي احترامات متبادله قال لك بقى لنا لو فري قمر لو قمر تاع شويه شويه مظلم من قمر ظلم الليل ماشي قمر الزمان صديق هاي حبيبي يدني لازم ستيلو
عطيك واحد لي مونطون لازم ستيلو واش فاهم معايا. نعم 60000 49600 دينار 4,960,000. يعني يحب يخدمني هو يحب يخدمني يكتب. اول اتصال من البنك لحقوا عيطنا قالنا بدي واش راكم لاباس لي زونسيان تحيتنا القمر الزمان تاع ورقله قال لك هو باه نكملوا المشوار واللي عرض عليك مبلغ تاع 4,900,000 و 60000 بيني وبينك فيك لي زونسيان منا ناثر عليك باينه قولي علاه باسكو جزنا لا سيري الاولى تاع السته وين من خلالها 100 200 300 400 500 ما قصناهمش 50 مليون ما قصناهمش 25 مليون وما قصناهش نورمال هذيك خاطر لي زونسيان ما نجيش عاود سكلا مشات كيما قال ويسي خلي انتوما تواصلوا معنا باتونا رساله قاتله 6606 باش تدوا نصف المبلغ ممكن تحصل عليه وقت قمر زمان من وهران اللي رفضت اول عرض بعد اول اتصال من البنك مقدر ب 49600 دينار جزائري نواصلوا نحلوا نسيغي 3 بواط من فضلك تفضلي اخت اسماء الاخت اسماء من العاصمه رقم واحد كنا ملاح اسمع على بالك كنا ملاح وهذا اليوم سعيد مبارك والدنيا خلصت لي 200 مليون هاي زيدي واحدة زيدي لي واحدة وسام وسام العاصمة ابي العاصمة رقم 21 رقم 21 الاخت وسام بون كوراج ليها 500 دينار رابعة تهنينا من هاي أختا لطيفة تاتا لطيفة خالتي لطيفة من سليم سان رقم 7 واحد جوج ثلاثة الله 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 مالك 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 5 ملايين سنتيم 50,000 دينار جزائري يا خويا يا خويا غير تحلى تروزين تعيط ما تغش تشرب تشرب قهوه هاك لاهبينها ولا ها 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 حاضر قال لي نعطيك عرض بصح نعطيك امر قولها لمولا بيب حاضر حاضر مشي البونكي تلاقاو بكم بعد هذا اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الجزء الثاني تحصتنا الدولة خلي اللي صارتنا نهار اليوم معنا الاخت قمر الزمان من وهران اللي متعود يشوف الحصة وشافها من اول عدد ورانا في الموسم الثاني حاضرة معنا اونفان بعد مرور من الحصص حال الان موعدها واختارها الاورديناتور باش تكون حاضرة معنا باش تلعب على ال 500 مليون سنتيم انعم بعد المرحلة الاولى اللي حلينا من خلالها 6 علب طلقات اتصال من طرف البنك عرض عليها مبلغ 49600 دينار قالت له خلي حلينا 3 بواط من خلالها حلينا طاحتنا انه نروح نقروس بواط اللي هي تاع 200 مليون مشات زاد عيط لنا البنكي لوجيك بعث لا سيري دو 3 وعرض عليك مبلغ 106 600 اذا قبلتي تما بعتي لا بواط تاعك 106 600 راح يقول 10 ملايين و 660 معليش واذا رفضتي راح يتواصل اللعبه وراح نقول لك بلي تحلي 3 بواط في هذه المرحله قبل ما تجي لا بروشين بيب نحلوا 3 سيدي 3 تسعه علب وكل خطره يعيط لك كل ثلاث علب يعيط لك يعيط لك يعيط لك اليوم اعطى دراهم وبعد يقول لك بدل راك تعرف اكثر واش درنا قمر زمان ادي ولا خلي شكلها اختار راح نخلي خلات ترفض عرض البنك وبالتالي انتم تواصلوا معنا وبعثونا رسالة قصيرة 6606 عفوا 6606 من اجل ربح نصف المبلغ اللي ممكن نصف المبلغ انعمه اللي ممكن نلقاوه في العلبات تاع الاخت قمر زمان من وهران لنهار اليوم افتحينا اذا سمحتي 3 علب رقم 17 الاستاذ طارق المحامي استاذ تفضل استاذ 1 2 3 سي نورمال سي نورمال سي نورمال سي نورمال انت في ميزك واش يجيك في البوغاتو
بار حلنا 300 مليون اللي ما حلنا 50 مليون واش يخدم غير الخشين هذا انا جاب لي ربي هذا قال لك انا راني جان وكذا عربي له خدام فور زيد حبي يزيد يدي دراهم انا خلي الزوال ياكل خبزه طارق علاش هكذا مي معليش 50 مليون راحت زيدي لي دو بواط مدام سهام مدام سهام من البرج عسلامة صباح اسلام مليح الحمد لله سلمينا عليه هاي سهام بون شونس قمر زين ميرسي 1 2 3 الله 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 وشنو هذا يا دحمان بابا 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 بلاك اون سو كالم اون سو كونسونتر على بالنا بلي سي ان لازار زر مدام ليليا شاكي لاباس صحيتي اون سو كونسونتر مي معليش هكذا زهر زيدي لي واحد على الزهر زر 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 تيكي تاع السينما هذا وراه قمر الزمان قمر الزمان قمر الزمان الله يرحم بك ما تغنيش لا لا باقي لاك جي ندير لاك كان فيها حاضر خويا تمشي هكذا ما ان شاء الله خير تيكي تاع السينما كان في ورقلة خويا انا عماه وحنا ما على بالناش سي تيكي تاع السينما كان في ورقلة والسينما الاخرى اللي بلعت في ورقلة كي راني باسكو باينه بلعت وباينه باينه قلبها صال ديفات باينه 81 شفت كيفاش ها صب عباك كي تقول 81 شغلك تحكي على امجاد الماضي شغلك تحكي على لو فريز ما تاع زمان تحكي بعدا ابو سيرفيس ما كاش منها البنك يطلب منك طلب ممكن في قدر المستطاع قول لي واش قلت لي حاضر نبلغ له اعطيني العرض تاعك ونبلغ له اوكي بدلها حاضر هاي الهضرة شيخ هاي الهضرة البنك اتصل بينا دوكا وقال لي سقسي سيد قمر الزمان اسكو عنده في الريبرتوار تاعه شوية من لاشونسون فرونسيز خاطش هو بنكي كبير هباك لونسيان على بالي جورج برانسانس ما عندكش ازنافور بالك برال انسى ما باليش دوك تاف لا شونسون فرونسيز يعني اسكو عندك في الريبرتوار كاينه؟ كاينه في الريبرتوار ما فهمتش انا شكون اللي مازال ما تزوجش هنا في ليفان 2 شكون مازال ما تزوجش في ليفان 2 دربدوا يدكم شفت ها سي بون انا دبرت لكم شحال جو سبعه ما كان لا دي جي لا والو شحال خرجوا سبعه ولا شحال خرجوا واحد سبعه ولا ثمانيه هكا سبعه ولا ثمانيه صافا كومان الارقام تباني يعني في كل حاجه انا ما وبالتالي شكون يعني في الريبرتوار يعني في تاع الاغنيه الفرنسيه هكذا زعما لا شونسون فرونسيز شكون يعني ام هذا ما نعرفوش الشونتور هذا شونتور اسمه ام قول ام فاهم غير انا وياك ام اه عباك ام هذا تاع لاكام ايوا اللي هي Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Hani fawlt lek. Barakallahu fik. Merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Fawlt liya. عندي المدام تشوف تلفزيون ثاني على بالك قلت لك برك يعني صحه صحيت صلاح يسرك صلاح يسرك واش كنا نقولوا البنك عيط لنا نسيت هباك صاري مفيد البنك عيط لنا المفيد شكي حنا مصبح انا هضروا كذا قام المفيد مفيد مفيد المفيد المفيد 17 مليون و600 ها هي سيدي 20 مليون يعطيك الصحة هذه الكلمة اللي كنحب نسمعها 17 مليون و600 انا شهنا صحيتي 170600 170600 دينار بالفعل مبلغ محترم في هذه المرحله دوزيام اوفر نو يس وي دوزيام اوفر سامحيني تروزيام اوفر واش بك عبيت تبليني عيط لنا ستة قال لك 49000 ومن بعد زاد عطاك ومن بعد زاد دوك انا طالعين تروزيام اوفر
قمر زمان ماما اونسيان ماما تعاونيني. على بالي بلي 170,600,170,600 على بالي حتقولي لي بقات 500 400 عفوا بقات 300 مليون بقات 100 مليون بقات 25 مليون وي ونحبسوا هنا ومن بعد فوالا راهي فوق 5 بواط. في بعض الاحيان البنك واش يدير يعطيك مبلغ ورو متاكد انه راح تواصل باش من بعد يعاود يعيط لك بعد ما يروحوا لك باسكو على بالو لي بواط واش فيهم يحل لي دي بواط كبار يعاود يقول لك تشوفها واش قلت لك 170,000 قول له اه تعطيها لي لا لا ديفيزي بار دو ناتيل هو راه عاقل شنو كانت تقول لنا مدام حريره واه شنو تقول لنا مدام حريره نورمال 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 خلي خلي يخلي خلي اي والله ان شاء الله سيدي ماشي كيما خوله تعتبسها لنحيوها بالمناسبة قمر زمان من وهران تقول لك ترفض عرض ثالث من البنك بمبلغ 170,600 دينار وتواصل معنا وتواصلوا معنا ثم باتوا لنا رسالة قصيرة 66-06 نحلوا سيري دو 3 هاي يا سيدي دوزيام سيري دو 3 في هذه المرحلة الي سيدي وزو سيليا 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 من سيدي وزو هاي يا سيليا رقم 15 سيليا جيب لنا 1000 فرق شوف 1000 فرق والله 1000 فرق هادي بريمة تاع جوار في جياسكا هادي إيميغري يو جوار إيميغري زيدي لي واحدة 400 مليون راحت اش فاي عليها قمر الزمان ماناش حابينك اليوم تروح يديك فارغين ما تنسيهاش قطنا 300 قطنا 100 مليون قطنا 25 10 ملايين الاخرين متواضعين هاي نزيد واحدة دكتور لطفي دكتور لطفي مساء الخير دكتور شراك لاباس دكتور سامي هاك معانا صافا لاباس قد شنو يشوفك تشوف الله تقول بالك حصلع ولا هاك سناب يطلع بون شانس دكتور لطفي تفضل بارك الله فيك يس ليليا نروح عند ليليا العاصمة مدام ليليا وان مينس ابعد طق ليس 100,000 ربع 17,600,000 يا دراسة عيقونا دوكا نعم فرحت انت في 400 وحنا فرحنا في هذا الزوج هاي روح راني نحفظها لداخل بس هي كومبليكي باش ما نغلطش البنك اتصل بينا دوك عطانا عرض مالي انكوغ 32,680,000 انا قلت 32,680,000 تري جينيرو اجوردي 32,680,000 Très généreux, oui. Crime, oui. Mais il faut faire attention. 30,689,000 باق احنا كان كي ترفضي عرض البنك لازم تحلي الثالث عولة. شو باقي لك؟ ثلاثة ماشي كاع ملاح وربعة هايلين هايلين ما مع 10 ملايين هايلة معليش تاع لوفر تاعو دوكا اي لا ديباسي لي 4 بواط انا
dépassé 5 boîtes. Non, putain. Il faut 4 boîtes. Il faut les 4 boîtes là, maintenant. Ah, 5 boîtes, pardon. Ouais. Ça. قمر زمان من ورا البنك يقترع عليك مبلغ 32 مليون 680 الف تدي ولا تخلي؟ خلي. وانتم تواصلوا معنا بعثوا لنا رساله قتيله 3606 باش تدوا نصف المبلغ ممكن تحصل عليه وقت قمر زمان من هنا لغايه نهايه الحصه تاعنا. نحلوا سيغي دو توا وفي اتونسيون يا ربي تجيب وشافه. ها يا بابا شهرزاد شهرزاد رقم 2 نروح عند شهرزاد رقم 2 5200 500 الف ما نقولكش كاع لا تاليا قولي لي روح عند تاليا روح عند الشوالي روح عند عيسى روح عند جابو روح عند رقم 12 فتحيا وسعيده سعيده بعيده والماشينه قاليه خاطئة نوفو فينو ما نهضوش معاه ولا لا ولا لا 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 ولا لا 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 دي جي دحو معليش دينا لومبيونس دير خلينا مع اللونية هادية اعطيني اللونية تاعك صاحبي اعطيها لي اعطيها لي هادي صاحب لا برومو الاولى هادي دابا لي بيتي واقف لابيل تاع البونكي زكريا نايت سنا دي جي دحو رفد لنا المورا رفد لي المورا رفد لي المورا زكريا انا نقولك حاجه اعطاني اوفر من شحال نقولها لك كاع انا نديرو عفسه شابه فاصل وانا تواصل ابعد دحو ابعد ثلاثة مساق بين رانا في الجزء الثالث تاع حصتنا لنهار يوم فات الصالة شروق تي في فيديو لقد اللي راه فقدنا قمر الزمن من وهرا من لي زونسيان تاع لي زونسيان حلت لنا علب كيما لازم الحال لقينا روحنا في موقف عندنا علبة واحدة صغيرة فيها 5000 وعندنا علبة فيها واحدة 10 ملايين واحدة 25 مليون واحدة فيها 100 مليون عيط لنا البونكي دوكا اتصل بنا قبل بيان سور الفاصل الإشهاري يعرض عليك مبلغ شحال تقبيلات 32 مليون و 600 32 مليون و 600 و 80 الف معليش هو دوكا وعرض عليك كيما قلت لك قبيله قريب نصف المبلغ 170 الف دينار جزائري 170 الف دينار جزائري مع العلم يا قمر الزمن راح تحلي دوكا الى رفضتي دو بواط تحلي دو بواط دونك عطيها تخميم غير بالعقل تحلي دو بواط تحلي 5000 25 مليون تلقى روحك ب 100 مليون و 10 ملايين روعه تحلي دو بواط تلقى حليتي بواطه تاع 100 مليون و 10 ملايين تلقى روحك بين 25 مليون و 5000 يعني دونك دوسمون على بالنا بلي سي ان جو دو هازار سوني كان جو دوك تي واش ديري راك تشوفي لي بروفيل اكزومبل تشوفي الدكتور سامي كي تشوفي الدكتور سامي تشوفي تشوفي الانستيزي واش ما نبغيهمش لي دونت صحيح تشوفي حسين واش تشوفي تلقى راح قاعد في الطياره تشوفي عبد الدايم واش تشوفي واش يخدم واقول له تشوفي خلاص تلقى قال لي شان تاع العالم باطل ها واش تشوف
هذا واش بقى لك؟ لو غيف لي فواياج لانيستيزي. Il faut bien ça, hein. Je suis ici pour jouer et je continue. Tu continues. Capable de faire les 100 millions. شخص اللي عمره مربح. والله فك عليه يا حبيبي. 1 2 3 خلي الو قمر زمن من ورا تخلي عرض البنك وتربطوا وانتم توصلوا معنا هذه المرحلة الأخيرة اللي بعد من خلال إذا تمس وصلوا في 06 مفتحين دو بوات من فضلك. هيا بابا من داك مبلوفي بصح من داك صح دونك هذه هي ديروها في الصح ديروها في الصح. هيا سامي شحال كنا حابين تدي 100 مليون معاك اليوم يا قمر الزمان. سي با غراف. كيف با ايماجيني. سي با غراف. وإنما في وجه لونسيانتي حمبوك أدي معك 25 حمبوك وجه لونسيانتي. سي با غراف. في وجه زملاء الكامل عاشوا وعشنا معاه كيف كيف كمل حصص هادو. قالت لنا تتما بالا زدي حلي اون بواط. اون بواط ما نحلوش 25 الاخرين قال نقبلهم انا ما عنديش مشكل باسكو كان طيحوا في سيناريو تاع 25 5000 معليش 10 و 25 معليش كلش الا 25 لا لا هكذا حسين دو بريفيرونس كوا 25 تروحي لتايلاند لاستراليا لاستراليا ما شكيتش شوية 25 زيد عليها ماتش اموك زيد تكمل صاين انا النوم وحنا دوك خلينا في المنامة تاعنا هيا قولي لي دوك واش نفتحوا وين بوات؟ مسيو عبد الدايم ولا حسين؟ مسيو عبد الدايم مسيو عبد الدايم باطنا 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 من باطنا ولا من ليزالونتوغ دو باطنا؟ باركة الله يبارك خفيف ولا ثقيلة؟ ثقيلة قول والله يا اخي كل خطره هكا تسمى هو مش راح يحصل خاطر راح يحصل هو على بالك ما متيح تحصلي سي با غراف ابعد قمر الزمان انت حليتي كاع لي بواط ماشي احنا وجاءت الصدف لونسيان لا حمد الاستقلال لونسيان ولا لونسيان اللي مسكين راح تكون عنده الله طاحت له ليه بالنسبه لك يمد لا موفيز نوفيل لونسيان سي ان لازار ها واش قال انا قلت لكم حسين لا يجوز يدي 500 ويروح انا نقول لكم ما يهضر معنا ما والو البنك يقترح عليك تغيير العلبة هذه واحد بين 5000 و 25 مليون اسكون صار العلبة هذه جات صار نخمو خمو العلبة هادية طلقك الكرسي من الحياة كامل كريم واي نقولك غير حاجة واحدة بس في وجه العشرة حسين ما قالاش منه ولا قال لك دوكا انا هذا 25 مليون هنا وعندك 5000 يا 25 مليون تما عندك هنا 5000 destination finale. Il ne faut jamais détourner le destin. Donc, on a fait ce pari. Mais là, c'est délicat.
تخميمة بك انا ما قلتش ما على باليش واش كاين دوك ما يمكن نحب ني خايف زعما نورونتيك بالك انا نغلطك باسكو انا اصلا ما نعرفش واش كان في لي بوا مي تخميمة وحسين اوكين ايدي خلاص سي ديفيسيل غمر زمان البنك يقترع عليك تغيير العلبة تدير وتخليه صعيبة نتبع مون برينسيب جو ديتورنوري جامي الديسان ونخلي بالك فال بالك دي جي دحو دالك فال بالك دالك فال معليش بالك دالك فال بالك فال شباب معليش هيا دوكا شوفي فينا احنا الو دا اوكين ايدي ديونت عندك لعب اونسيان كنا حابين ما تطيحش في هذا الموقف صح لقينا روحنا في موقف دوكا بين 25 مليون قبل ما نساو بلي كاين في الثالثيام بواط و5 الاف الله غالب تحطي فات الوضعية الله غالب دونك يا تيجور كوم سا وساعتي واش قلتي انا ما نبدلش لو تيستان تيطيح لك الناف كنت نقعد في الناف دي فوا اوسي فو سافوار ديتوني الديسنا ام سوري مسيو البونكي ام سوري لك مبروك عليك 25 مليون سنتيم صالي تفاعل مبروك عليك مبلغ نوخ قبل زمان سلتي من وهران 25 مليون سنتيم تفكر فيهم بيان سور مع صاحب الاتش ام اس لحيت تسمع الصورة الى غاية الحصة مازال ديجا تبدي اكثر ودينار نكمل عليها انا ديرك ما خليكش قاعد ريحي نبعثك لابيت تروازيام بواس تحبي ردوها 26 مليون تحبي نردوها وهي الا خديتي هاد لابواط تولي 12 مليون و500 تحبي ردوها 50 مليون صح ممكن تخرج لك تانيك صفر دينار بالتالي كلشي عقلك لا تروازيام بواط على كل حال شيء ظاهر متأكد لك 250 ألف دينار جزائري 25 مليون أونسيان ما رحت يشد ديك فرغين واش ناخدو نقاردي ولا بوات تاعنا ولا بالك تواصلي مع الهبال ماذا يقول العقل لوجيكمون هنا جي اون شونس سور 4 دو شونس سور 4 parce que plus 10 000. Ah, ou d'accord. Bon, 200 sur 4, c'est 55. Khali. Khali. Après, donc, on chauffe, il a quand même le haq ou là, là, là. Ou là, avec le raisonnement qui est juste, ou ça. Ou raisonnable. Comme vous qui l'a fourri, qu'est-ce que vous qui l'a fourri, qu'est-ce que vous qui l'a fourri. Alors, je toujours de cette manière. Vitali. Bonne ou la mauvaise. ليكيب اللي كانوا معاك فول لي زونسيان لي بريزونتون مبروك عليك 25 مليون سنتي تقتات بيهم بيان سور مع صاحب الاس ام اس حيدر اسمه الان في الصوره نشكر لكم نحييكم نقول لكم يعطيكم الصحه انا عيانين في بعض الاحيان الهضره تروح لنا سي لونغواس سي لو ستريس تاع ليميسيون نتلاقى بكم بكل بساطه غدوه ان شاء الله على شروق تي في في نفس الموعد سلام